السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 22 اب أغسطس. القمر اليوم استقر في برج الحمل وأيضاً اليوم عندنا الشمس رح تنتقل من برج الأسد لبرج العذراء. القمر الآن موجود في برج الحمل اللي هو اليوم الخميس. ورح يضل القمر موجود في برج الحمل لغاية الساعة 11 و 59 دقيقة مساء يوم الجمعة والغد بتوقيت غرينتش لينتقل القمر بعدها لبرج الثور القمر طبعا اليوم موجود في الآن موجود في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وقص الشعر أيضا ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة سبعة وتسعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت غرينتش من مساء اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء بما أن القمر راح يستقر في برج الحمل خلال هذا اليوم معناته بنشعر بأن أكثر نشاط في العمل وأكثر تصميما وأكثر استقلالية وممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أن تكون أفعالنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطرقات أثناء الحركة أو قيادة السيارات منلاحظ أيضا أنه خلال هذا اليوم نفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين مما قد يؤدي بنا لبعض المشاكل والحجج الغير ضرورية. بنفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير. ودائما لما بيكون القمر موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لزم الأمر لذلك أو تعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفلة ما. بالنسبة للزوايا والحركات الفلكية اليوم طبعا أول حدث راح يكون عندنا والأخير اليوم لأنه ما في زوايا مع القمر، القمر محترق اليوم ولكن عندنا انتقال الشمس، انتقال الشمس اللي راح يكون اليوم الساعة تنتين وأربعة وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش، راح ينتقل من برج الأسد ل- لبرج العذراء. ورح يضل موجود في برج العذراء لا يوم 22 تسعة يوم الأحد 22 تسعة الساعة 12 و 42 دقيقة بعد الظهر بتوقيت غرينتش رح يشعروا مواليد برج العذراء بنشاط أكثر من قبل ورح يشعروا بتحسن بشكل متصاعد كل ما إجا تاريخ ميلاد شخص من مواليد برج العذراء بتكون هي بداية السنة لإله البداية القصوى أو بداية التحسن عنده فعشان هيك بنقول لك كل مواليد برج العذراء كل عام وأنتم بكل خير نيابة عن كل يوم كل يوم هيك من مواليد برج العذراء وطبعا رح يستفيد مواليد برج العذراء في الفتره القادمه هم مواليد الابراج الترابيه ومواليد الابراج المائيه ولا شك وجود الشمس في العذراء رح يمنح طاقه اضافيه ونشاط واضح ومنميل بشكل عام للتدقيق والتركيز بكل شيء منقوم فيه خوفا من الاخطاء. كما من للاهتمام بصحتنا بشكل كبير الحلقة وتفصيلاتها وتأثيراتها على جميع الأبراج صارت موجودة على القناة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لها إلا إذا كانت اضطرارية الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب المرارة الشرايين والدم هاي الاعضاء هي الاكثر حساسيه اذا شعرنا بشيء غير اعتيادي نراجع الطبيب طبعا باقي اعضاء الجسم ما في اي مشكله لاجراء العمليات الجراحيه خلال هذا اليوم ايضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحه وايضا يصلح لازاله الشعر الزائد بالليزر او الطرق التقليديه ويصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنه ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه استقر في برج الحمل خلو المسار القادم راح يكون يوم الغد الجمعة بيبدأ الساعة 12 و 44 دقيقة بعد الظهر بتوقيت غرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و 59 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 18 يوم الساعة ستة وأربع دقائق مساء نبدأ باليوم التسعة عشر نسبة الإضاءة ستة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد ورح تنتقل للعذراء زي ما ذكرنا ورح تضل بالعذراء ليوم 22 تسعة سعيد اليوم بنسبة 30% في المية القمر في الحمل حتى يوم ثلاثة وعشرين ثمانية منتحس بنسبة 15% في الآن ساعة الفجر منتحس بنسبة خمسة في ساعة العصر سعيد بنسبة 15% في ساعة المساء سعيد بنسبة 30% في عطارد في الأسد بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين ثمانية منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الآن ساعة العصر منتحس بنسبة عشرة في المية الزهرة في العذراء حتى يوم تسعة وعشرين ثمانية منتحس بنسبة ستين في المية. المريخ في الجوزاء حتى يوم أربعة تسعة سعيد بنسبة عشرة في المية. المشتري في الجوزاء حتى يوم تسعة عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية. زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم خمسة عشر منتحس بنسبة عشرة في المية. وأورانوس في الثور حتى يوم واحد تسعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية ونبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم سبعة اتناش منتحس بنسبة عشرة في المية وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم اثنين تسعة منتحس بنسبة عشرة في المية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبامكانكم كل يوم تسيطروا على زمام الامور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم. فترة ايجابية حاولوا انكم تستغلوها والشمس رح تسلط الاضواء على العمل وعلى الدعم الخارجي وربما اهتمامات مالية او شيء يتعلق بالقروض والديون واليوم تبداوا صفحة او عندكم قرار جديد. برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور اليوم هذا بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذاكم وراحتكم وكونوا صبورين لانه القمر موجود في بيت المتاعب وطبعا يعني ما راح تشعروا كثير بالراحة والهدوء الكامل او الهدوء التام ضبط الاعصاب مطلوب وأيضا حاولوا ما تتخذوا قرارات مفاجئة. برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء طبعا اليوم نشاط اجتماعي، اليوم راح تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أو اتصال من أحد المعارف بتفرح بدعم جهة ما وقدم حلول معتدلة عشان تحظى بتحالف جيد اليوم بإمكانك تستغل معارفك أو أصدقائك لإنجاز بعض الأمور اللي صعب تنجزها لوحدك برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة، نظم وقتك بشكل جيد، احترم المواعيد، هاي الفترة بتتطلب منك الدقة والمتابعة، عشان هيك حضر بشكل جيد وما ترتجل. (برج الأسد) بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعاً بتنشطوا اليوم في مجال السفر والإتصال البعيد ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز إمتحان أو إجراء مقابلة وهي فترة جيدة لخوض تجربة جديدة، هاي فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد، ويعتبر هذا اليوم من الأيام المميزة بالنسبة لك برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء بتضل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم اليوم والفرصة متاحة لمكسب إله صلة بشراكة أو تعويض. وممكن يعني تسعد بتسوية مع أحد الجهات أو ممكن تحل مسألة تتعلق ببنك أو ضريبة أو تأمين أو أموال الزوج أو الزوجة أهم شيء أنك ما تفرض رأي ولا تكون عنيد وما تهم الأوراق الثبوتية وعدم حملها برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم خلال هذا اليوم، طبعا القمر موجود مقابلكم تماما، رغم انه هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني، ولكن يجب تجنب الانتقاد وتوجيه الملاحظات، وحاذروا المواجهات الكلامية، وحاذروا مخالفة التعليمات والقوانين أيضا. برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل تجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدول غذائكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر هاي فترة مهمة جدا بالرغم من التوتر السائد وحاذروا النزاعات والتذمر والتمرد وما تغامروا بموقعكم برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس بتزداد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم، وبتكون في بعض الحظوظ اللي بتدعمك بشكل جيد ممكن تمارس اليوم هواية أو حتى تنجز بعض الأمور الفنية أو تتواصل مع الأحبة أو مع الأبناء، هاي فترة مناسبة للاجتماعات المهنية أو العائلية وأيضا لتلطيف الأجواء. برج الجدي بالنسبه لمواليد برج الجدي بترغبوا في ادخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع افراد العائله من الان بامكانكم حل مسائل عائليه او تصليح او ترميم او الاهتمام بشؤون العائله وممكن تقدم اليوم على خطوه جريئه او تظهر مسائل مهمه تحتاج للحوار ايضا بامكانك الاهتمام بمسائل تتعلق بالعقارات برج الدلو بالنسبه لمواليد برج الدلو تنشط اليوم في مجال السفر والاتصالات ومنكم اشخاص اليوم ممكن ينطلقوا في مرحله مهنيه للترويج لمشاريع بنجاح يوم مناسب لاجتياز امتحان او مقابله عند قدره على الاقناع او ممكن تهتم بالالكترونيات او حتى بسيارتك وقد يتقدم منكم احدهم لمساعدة المساعدة او للتعاون برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل اضافي ومنكم اشخاص اليوم ممكن يستردوا اموال بتعود لهم او ممكن يحصلوا على هدية. أهم إنك ما تضيع الفرصة ووظف طاقتك الذهنية والفكرية البناءة لوضع حد للتساؤلات وناقش بوضوح وتجنب الالتباسات هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء